جد حل واي ثم تحقق من حلك 20 ناقص 7 واي يساوي 6 واي ناقص 6. ففي الحقيقة ما أريد عمله هو أن أعزل كل حدود واي على طرف من أطراف هذه المعادلة، ثم إذا كان هنالك معامل ما أمامها يمكنني أن أقسم كلا الطرفين على ذلك المعامل، ويمكنني أن أعزل واي إما على الطرف الأيسر أو الأيمن من المعادلة. دعوني أعملها بالطريقتين. أولا دعوني إنها تبدو أبسط إذا جعلتهم على الطرف الأيمن، وسوف أبين لكم ذلك في الطريقة الأخرى. بالتالي إذا أردت كل حدود واي على الطرف الأيمن، فكيف يمكنني أن أتخلص من واي على الطرف الأيسر؟ حسنا، لدي هنا -7 واي، يمكنني أن أضيف إلى طرفي هذه المعادلة 7 واي. إذا أنا أضيف 7 واي للطرفين. على الطرف الأيسر من المعادلة لدينا 20 ناقص 7 واي زائد 7 واي، هذان سوف يحذفان ويبقى لديك فقط 20. وعلى الطرف الأيمن من المعادلة سوف يكون لديك 6 واي زائد 7 واي يساوي 13 واي، ثم لديك -6. وأنا أريد فقط حدود واي أو مضروبات واي على الطرف الأيمن من المعادلة، بحيث أتخلص من هذه -6 هنا. إذا دعونا نضيف 6 لكلا طرفي هذه المعادلة. لنضيف 6، ثم على الطرف الأيمن لدي 13 واي ناقص 6 زائد 6، وهذا فقط يساوي 13 واي. ثم لدي 20 زائد 6، وهذا يساوي 26. بالتالي أحصل على 26 تساوي 13 واي. لقد عزلت حدود واي على الطرف الأيمن، ورغم أنها مضروبة ب13، فإذا أردت فقط واي على الطرف الأيمن أو واي واحدة على الطرف الأيمن، يمكنني أن أقسم كلا الطرفين على 13. أو العبارة المكافئة أنه يمكنني أن أضرب الطرفين ضرب واحد على 13، نفس الشيء. إذا دعونا نقسم طرفي هذه المعادلة على 13. على الطرف الأيمن 13 ضرب واي مقسومة على 13، هذه ستكون فقط واي، بالتالي هذه فقط واي. ثم 26 مقسومة على 13 تساوي 2. إذن الحل الذي حصلنا عليه هو واي تساوي 2. الآن سوف نعود خطوة للوراء. لماذا قلت أنه سوف يكون أسهل قليلا أن نضع حدود واي على الطرف الأيمن؟ لأنه بتلك الطريقة سوف أحصل على معاملات موجبة بدلالة واي. فقد حصلت على 13 واي، فلو أني طرحت من الطرفين 6 واي فسوف أحصل على -13 على الطرف الأيسر، وهو عمل قانوني يمكن عمله. دعوني أريكم ما أتكلم عنه، حيث يمكنني أن أعمل المسألة بهذه الطريقة. 20، سوف أعمل ذلك باللون المختلف. يمكنني القول 20 ناقص 7 واي يساوي 6 واي ناقص 6. دعوني فقط أطرح من الطرفين 6 واي. إذا نطرح من الطرفين -6 واي. الطرف الأيسر هنا يساوي 20 ناقص 13 واي، والطرف الأيمن لقد تخلص من هذه 6 واي، فقط لدي هذه -6 هنا أو -6. والآن يمكنني أن أطرح 20 من كلا الطرفين حتى أعزل حدود واي على الطرف الأيسر. بالتالي أنا أطرح 20 من كلا الطرفين، أعمل ذلك حتى أتخلص من هذه 20. بالتالي على الطرف الأيسر لدي -13 واي، وعلى الطرف الأيمن لدي -26. الآن أريد أن أقسم طرفي هذه المعادلة على -13. أريد أن أقسم طرفي هذه المعادلة على -13، وعلى ماذا أحصل؟ -13 ضرب شيء ما مقسومة على -13 تساوي ذلك الشيء، إذا أحصل على واي. ثم -26 مقسومة على -13 يساوي 2. بالتالي عملتها بطريقتين مختلفتين، فهنا قمت بعزل حدود واي على الطرف الأيسر، وهنا عزلتها على الطرف الأيمن. اخترت الطرف الأيمن في البداية حتى يبقى كل شيء موجب، ولكن هذه طريقة صحيحة أيضا لعمل ذلك. والشيء الأخير الذي أريد عمله هو أن أتأكد من أننا حصلنا على الإجابة الصحيحة. أعتقد أننا نشعر بالارتياح بأننا حصلنا على نفس الإجابة بالطريقتين.
لكن دعونا فقط نتأكد لنعوض y في المعادلة ولنتحقق من أن المساواة تبقى صحيحة. لدينا 20 ناقص 7 ضرب y، ومكان y نضع 2، إذا 7 ضرب 2 يجب أن تساوي 6 ضرب 2. 6 ضرب 2 ناقص 6، هذه يجب أن تكون 20 ناقص 14. يجب أن نقوم بالضرب أولا حسب ترتيب العمليات، بالتالي هذه 20 ناقص 14 يجب أن تساوي 6 ضرب 2 تساوي 12 ناقص 6، و 20 ناقص 14 يساوي 6، ثم 12 ناقص 6 يساوي 6، إذن 6 بالتأكيد تساوي 6.